فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الذين يفسرون القرآن فسر سورة الليل وأتى على تعريف الإيمان فقال هو التصديق فقط، فلما نوقش في ذلك قال: سبقني إليه الأمين المختار، فأتي له بالكتاب فلم يجد ما نسبه إلى الشيخ الأمين، وقال فلان ثم فلان، فتتبعنا ذلك فلم نجده، فقال: هب أنه لم يسبقني إليه أحد، فلا تغلقوا علي باب الاجتهاد. اتركوه، هذا معناه اتركوه، ما عنده خبر، جاهل مركب، اتركوه يكذب على العلماء، ثم إذا ما تبين كذبه عليهم يقول أنا باجتهد، اتركوه، هذا ما فيه خير. نعم.